انت كمان عملت دور جميل وغنيت في صاحب المقام. اه حصل. كلمني عن تجربتك كمطرب وكممثل في الفيلم. والله رشحني بالفعل الموضوع الاستاذ الكبير ابراهيم عيسى، هو رشحني، هو اللي كاتب القصه وشاف رضوان وكان كاتب مشاهد كده للموضوع، فيبدو في حاجات يعني ما كملتش المشاهد، بس رضيت جدا باللي حصل ده لانه كان عبقري من الاستاذ احمد مندو ان هو طلع فعلا برضو الشيخ رضوان يعني، فهو قال لي ما تقلقش، وفعلا ما قلقتش والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا جدا الحمد لله. عاوز تكمل في موضوع التمثيل؟ والله برضو لما الدور يعني بقعد ابص على، ما انا برضو مش عايز اللي هو وخلاص يعني. يعني ايه الدور اللي عايز تقدمه وايه النوعيه اللي عايز تقدمه؟ والله انا دايما انا بحب الكوميدي جدا يعني، ممكن مثلا مازن الغرباوي اللي هو مخرج الماز وعبد الحمولي، هو كنا دايما بيهربوا بيقول لي في يوم من الايام هعمل لك مسرحيه كوميدي يعني، بس طبعا يعني دايما بتبقى الشخصيه، هما بيشوفوني شيخ جامع، هما بيشوفوني دايما كده، بيشوفوني طيب، واللي هو شخصيتي الحقيقيه اللي هي بتاعت في الحياه العاديه، على اساس ان هما بيقولوا كده علشان ما يصعبوش عليا، هما عايزين وائل، هما شايفين اه وائل ممكن يعمل الشخصيه دي لان هي شخصيته اصلا، فهو بيقف قدام الكاميرا كويس، فطبعا الحمد لله رب العالمين. طبعا لما رشحني الاستاذ الكبير حسني صالح في مسلسل حلم اللي هو بنصوره الايام دي الحمد لله، فعمل لي دور برضو عبقري يعني، مكتوب بعبقريه، والاستاذ طبعا مش سايبني حتى قدام الكاميرا، فلما اجي اعمل حاجه يقول لي لا انا عايز اشوف دي، فتمام يا استاذ، اول ما بيقول لي تمام خلاص تمام، فالحمد لله بتعلم يعني، بحب التمثيل بس بتعلم يعني، لسه لحد دلوقتي بتعلم علشان احقق برضو، لان انا من النوع لما لعبت بركاشن الحمد لله حققت بان انا كنت نمره واحد الحمد لله في اللي انا بعمله، مش عايز ابقى نمره واحد في الغنى لان الغنى دي انواع، فانا عايز حتى ابقى كويس، ابقى عملت لون وحاجه الناس انبسطت منها وتتساب من بعد يعني.